يلعب الفن المسرحي دورا بارزا في تنمية الوعي المجتمعي وتغيير بعض المفاهيم السلبية المتنوعة وتوجيهها إيجابيا، وهذا ما تجسده هذه المشاهد لمسرحية الخلاص وفكرة الصراع الدائر بين الخير والشر عن طريق سرد مجموعة من الأفكار بقوالب فنية. المسرحية تحكي أن هناك رجلا مثقفا يعيش أزمة نفسية نتيجة الضغوط التي يعيشها، فلذلك تظهر له شخوصه في كابوس، ويظهر في الأخير بأنه هو المؤلف أو المثقف النقي الطاهر. هيا أيها الشخوص الفقي، فأنا لم أعد أحتمل. مسرحية الخلاص من تأليف عبد الخالق سيف ومدير مكتب الثقافة بتعز وإخراج الفنان أحمد جبارة، حصدت جائزتين ذهبيتين في مسابقة المسرح الوطني في دورته الثانية بالمكلا، لكنها تعرض للمرة الأولى هنا في تعز، بالإضافة إلى عروض مسرحية أخرى ستشهدها المدينة خلال الأيام المقبلة ضمن فعاليات معرض الكتاب الثالث. معرض تعز الثالث للكتاب ديسمبر 2020 قد يحتوي على كثير من العناوين والكتب والإصدارات تصل بالآلاف، إذ أن لدينا أكثر من 5 دور نشر. لدينا أيضا الخلاص، المسرحية الرائعة التي افتتحناها البارحة وشهدت جمهورا كبيرا جدا، من اسمها تشي بعنوانها بمضامينها. إلى جانب العروض المسرحية والفنية، تشهد المدينة أنشطة ثقافية أخرى كتسجيل لإصدارات جديدة لعدد من الأدباء في المعرض الثالث للكتاب، قدموا عصارة تجربتهم الأدبية في قوالب عدة كالقصة والشعر. من خلال هذه الفعاليات الثقافية تسجل تعز انتصاراً آخر في معركة تطبيع الحياة واستعادة الأنشطة المجتمعية، وفي مقدمتها الأنشطة الثقافية التي تحاول الميليشيات الانقلابية تدميرها منذ دشنت حربها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.